السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم إن شاء الله جات لكم فيديو جديد وبحية المنزلية رائعة، استعمالات عجيبة ومدهشة لهذا الورق هذا ديال الألمنيوم، غادي تفيدك لاله بزاف في المطبخ ديالك. خليك معايا للآخر باش تكتشفيها لأنها جد مهمة. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة والاتجاهات الرائعة ديالكم، وإلا عجبتكم هذه الحصة متنساونيش بلي لايك والبارتاج، واللي كيهمو الأمر هو يكتشف هذه الحيل مالي إلي فيديو حتى الأخير وفرجة ممتعة. غندوزو لأول حيلة وأول استعمال فاش ممكن يفيدنا هاد الورق هذا ديال الألمنيوم. غادي يفيدنا في السكاكين، في هاد أي حاجة عندنا حادة وتنخافو أننا نبغيو نجبدو شي حاجة أخرى وأنها ضربنا الأصابع ديالنا ولا ضرب الأبناء ديالنا وبغينا نحميوها في أي مكان حنا حاطينها، ما علينا إلا نستعملو هاد الورق هذا. كما كتشوفو معايا مثلا غادي تاخذوا العبار ديال اي سكين نتوما عندكم بهذا الشكل هذا، وغادي تحاولوا انكم تدوروا عليه بهذه الطريقه هذه. كما كتلاحظوا معايا وبالاخص هذوك اللي كيكونوا عندكم اللي ما كتستعملوش دائما اولا ديال الضيوف ولا اي حاجه، هي طريقه جد رائعه وامنه بالنسبه للحفاظ على اي حاجه حاده. غندوزو الحيلة الموالية كذلك، أي حاجة خفناها تصدي معنا بالأخص في هاد الفترة هادي، كنجيبو واحد شوية كذلك ديال الألمنيوم كنقطعو بهاد الشكل هدا، وكنحطو أي حاجة خفنا عليها من الصدأ كما كتشوفو معايا، وكنلويوها على تنلويو عليها هاد الورق هدا ديال الألمنيوم، وكنحميوها بهاد الطريقة هادي نفس الشيء كما درنا مع السكين باش نتفاداو أننا نتقاسو أو لي ضربنا شي موس. كنتمنى كذلك الطريقة أنها تفيدكم بالأخص في هاد الفترة لأنها كتكون رطوبة بزاف حتى ما تصدي معكم. غندوزو الحيله المواليه وهي متعلقه باي حاجه بغينا نحطوها في الحمام. انا عطيتكم مثلا هنا غير مقوسه، ولكن اي حاجه شي حاجه ديال الحلاقه ديال الازواج ديالكم، اي حاجه اللي ممكن انها تعرض للصدا، سواء تعرض للصدا من التحت او لا تصدي كامله، ما عليكم الا تاخذوا واحد شويه واحد القطعه ديال الورق ديال الالومنيوم تسليوها على جوج وتجيبوا قطن او بابي هكا ديال المطبخ هكا واحد الورق ديال النشاف، وانكم تحاولوا تصنعوا بحال الشكل ديال شي صحن، يعني غنحاولوا اننا نشكلو بحال قلتو مثلا واحد الصحن اللي يكون صغير بهذا الشكل هذا، نحاولوا اننا نلويوه على هاد الورق هذا ديال المطبخ بهذه الطريقه هذه. يعني هاد الشكل هذا اللي حنا درنا على شكل صحن، يعني كنحطوه في اي مكان عندنا في الحمام، كتحطوه فوق شي بلاكاري اللي عندكم في اي مكان اللي نتوما كتخافوا انكم تحطوا المقوسه ديالكم او لا تحطوا الشادك ديال الحلاقه ديال الازواج ديالكم او لا اي برودوي عندكم مثلا من التحت كتخافوا عليه انه يصدي ويخسر لكم اي مكان في الحمام عندكم، ما عليكم الا ديروا لي هاد الطريقه هذه، راها نافعه ورائعه لاي حاجه في الحمام اللي كتخافوا عليها انها تصدي معكم. وبالنسبه للاستعمال الموالي فاش ممكن كذلك يفيدنا هذا الورق هذا، غيفيدنا في هذا المشكل هذا الا تعرضت لكم اي حاجه من الادوات اللي كتستعملوا نتوما في المطبخ ديالكم، مثلا هذا باش كنحلوا هذاك لامونيس باش كنحلوا البوطه او لا شي مقص او لا اي حاجه، اي حاجه تعرضت لكم للصدا بهذا الشكل هذا بالاخص في هذه الفتره هذه ديال البرد، يعني مش كتكون ميديتي كثيره، ما عليكم الا تستعنوا بالورق ديال الالومنيوم. لا تاخذوا واحد القطعه بهذا الشكل هذا، وغادي تحاولوا انكم تلفوها بهذه الطريقه هذه، وغتجيو المواضيع ديال الصدى وغادي تبقاو تحكوا بهذا الشكل هذا. يعني لاحظوا معايا كما كتشوفوا معايا، يعني بسرعه كيتحيد معانا، لاحظوا لاحظوا المكان اللي انا خدامه فيه، لاحظوا كيفاش كيتحيد معنا الصدى بسرعه، لاحظوا هذا المكان اللي كثير فيه صدى. كتشوفوا معايا يعني الصدا كيطير بسرعه، كاع داك الكميه اللي كتكون كثيره ديال الصدا كتحيد وتمشيو عليه كامل بهذه الطريقه هذه حتى يرجع جديد. كنتمنى هذه الفكره البسيطه تفيدكم، وغندوزو الفكره المواليه.
ندوزو الحيله المواليه. الا بغيتي تبخري لاله وما عندكش الكسكاس، ما عندكش داك حتى الكسكاس والبرمه باش انك تبخريهم، اولا ما عندكش الكسكاس ديال الكوكوت، اولا باغا تبخري غير حاجه قليله ما بغيتيش توسخي عليها كاع داك الكسكاس وديك ديك الطنجره، ما عليك الا انك تجيبي الخضر ديالك ديريها في اي زلافه انت باغا. انا فقط درت لكم هنايا كميه قليله وجبت لكم هنايا طنجره صغيره غنديروا عليها تجربه. غادي تجيبوا ديروا الماء ديالكم وما عليكم الا تستعنوا بالورق ديال الالومنيوم. اشنو غديروا؟ غتشدوا هذا الورق ديال الالومنيوم، غتحاولوا انكم تقطعوا وديروا شكل كرات يعني بهذا الشكل هذا، وتوضعوهم في الطنجره هذه بهذا الشكل هذا. تحاولوا انكم ديروا كرات يكونوا شويه متساويين باش يجيكم داك الصحن متوازن. وكتجيبي الصحن ديالك وكتحاولي انك تحطيه فوق هاد الكويرات هادو، صافي كتغلقي على الطنجره ديالك. يعني بهذه الطريقه هذه كتبخري الخضار ديالك بواحد الطريقه جد رائعه وبسرعه انها كتبخر معك. نتمنى كذلك الحيله انها تفيدكم وندوزو الحيله المواليه. بالنسبه للحيله المواليه متعلقه بالملابس، الا بغيتي لاله تسرعي العمليه ديال انك تصلحوا الملابس ديالك بسرعه، ما عليك الا تاخدي واحد القطعه تكون طويله ديال هذا الورق هذا ديال الالومنيوم هذا الشكل هذا، على حساب الحجم ديال الملابس اللي نتيا باغا تصلحي، وكديريها هكا في الاسفل ديال الملابس توضعي عليها الملابس ديالك اللي باغا تصلحي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. وكتجيبوا المصلوح ديالكم، يعني شنو الدور ديال هاد الورق هذا ديال الالومنيوم، انه كيسرع لكم هاد العمليه هذه ديال المصلوح، وان الملابس ديالكم يعني بسرعه تتصلح هاد المكان هذا، تتصلح الفوق وكيتصلح لتحت في نفس الوقت. يعني رائعه هاد الطريقه هذه ومجربه، كنتمنى هاد الحيله كذلك انها تفيدكم. غندوزو الحيله المواليه او الفكره المواليه بالاخص في هذا الفصل هذا ديال الشتاء، الا عندنا شي مكان هكا عندنا فيه رائحه او عندنا فيه الرطوبه، سواء في الحمام او تحت الحوض او في اي مكان، ما عليك الا تاخدي الورق ديال الالومنيوم والقليل من بيكربونات الصوديوم والقليل من زيوت بعض زيوت العطريه او اي عطر نسي عندك او اي حاجه بغيتي تعطري بها، كتاخدي هذا الورق هذا ديال الالومنيوم وكتجيبي القليل ديال القطن شويه من القطن، وكتجيبي كذلك هاد البابي هذا ديال المطبخ او ورق المطبخ. اول شيء انك كذلك تحاولي انك تشكلي واحد الصحن، دوريه على هاد الورق هذا بهاد الطريقه هذه، كتحاولي انك تجيبي القليل من القطن. علاش القطن؟ غير باش يشد لينا هذيك الرائحه، يعني حنايا باش غادي نعطروا كنحاولوا اننا نصغروه باش ما ياخذش لينا كذلك حتى المساحه، ونحطوه فين ما بغينا. يعني في اي مكان نتوما بغيتو تحطوا هذا الصحن هذا غادي يليق معكم. غتجيبوا القليل من هاد بيكربونات الصوديوم غتوزعوها على هاد القطن هذا، هي راه فعاله في امتصاص الرطوبه كما كتشوفوا معايا، وكتجيبوا القليل من هاد الزيوت العطريه، وممكن تعويضوها باي عطر نتوما متوفر عندكم كما كتشاهدوا. كنديروا بعض القطرات على هاد بيكربونات الصوديوم، وكتحطوا هاد الصحن هذا في اي ركن من الاركان ديال البيت ديالكم، سواء هكا تحت هكا تحت ناموسيه او لا تحت السدادر في الصالون او لا تحت الحوض او لا في المطبخ، في شي ركن اي ركن عندكم في الحمام اي بلاصه كديروه بحال هكا تحت اي مكان، يعني كيبقى يعطر لكم داك المكان لواحد المده اطول. كنتمنى هاد الفكره كذلك انها تفيدكم. غندوزو الحيله المواليه، فاش ممكن اننا نحتاجو هاد الورق هذا ديال الالومنيوم بالنسبه لي ساشي. اي ساشي عندك لاله محلوله مثلا هذه، انا قطعتها من هنايا غير باش ندير لكم عليها تجربه، مثلا هذه ديال سباكيتي او ديال الكسكس او ديال الارز او اي حاجه، اي ساشي اي باكيه عندكم محلوله بغيتو تسدوها بواحد الطريقه امنه، ما عليكم الا انكم تاخذوا هاد الورق هذا ديال الالومنيوم وتقطعوا مثلا هاد القياس هذا كما كتلاحظوا معايا، وتحاولوا انكم تليو على جوج وتاخذوا هاد الساشيه ديالكم بهذا الشكل هذا. انا درت لكم فيها فقط القليل ديال الارز غير باش نديروا عليها تجربه، وغادي نجيبوا هاد ورق الالومنيوم كما كتشوفوا معايا هي راها مفتوحه، وغادي ناخذوه بهذا الشكل هذا، وغادي نعاودوا اننا نسرحوه، وغادي نحتاجوا المصلوح. غنجيبوا المصلوح ديالنا، ما تحاولوش انكم تسخنوه بزاف،
وغادي نسدو به هاد الساشيه هادي، غترجع بحال ما كانش محلوله نهائيا. غنحيدو دابا الالومنيوم باش تشوفوا النتيجه، يعني نتيجه رائعه. لاحظوا معايا، يعني واخا نقلب الارز ديالي بلاستيك يعني تسد بواحد الطريقه اللي هائله يعني. وباش نصغر كذلك الحجم ديال هذا البلاستيك هذا، وممكن تسدوه نتوما غير من الفوق. وكذلك بالنسبه لهذا غنديروا ليه نفس الشيء ديال الباكيتي كما كتشوفوا معايا محلول، حتى هو غندوزو عليه نفس الطريقه كما كتلاحظوا معايا. يعني نفس الشيء درنا لهادي ديال السباكيتي يعني، وتغلقات معنا كما كتلاحظوا معايا هنا مناش كانت مفتوحه، يعني طريقه رائعه وامنه باستخدام هاد الورق هذا ديال الالومنيوم، يعني غيفيدكم بزاف في غلق اي ساشي عندكم. كنتمنى كذلك الحيله انها تفيدكم، ان اي ساشي عندكم كتحلوا لا تغلقوها بسهوله بدون مجهود، يعني طريقه رائعه وامنه باستخدام هاد الورق هذا. كنتمنى تستفدوا منها. كنتمنى الحصه ديال اليوم انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وانكم تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده، وللمزيد من الحيل الاخرى بهذا الورق هذا ديال الالومنيوم نخليكم الرابط اسفل هذا الفيديو، سبع حيل اخرى مفيده كنتمنى تستفدوا منها. وما تنساوش الا عجبتكم هذه الحصه انكم ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش الفائده تعم، وكذلك تشجيع للقناه. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.